مشوار العمر وردة بتنقطف أوقات بكير، أدوار حرب عمر ترك صدى وعبيره بخور بعالم الشعر والزجل اللبناني. أبرز مراحل حياته بوثائقي إعداد وإخراج إلياس جبور، نص للشاعر زياد عقيلي. يا أرض الهم يا شوار النهاية، نهيني نهايتي فيكي بداية، ومثل الأنبياء بذات الطريقة حملت فقرك تحملت النهاية. أهم إنك تتصيد لعاصفة الفنجان من إنك تحكي عن أدوار حرب بدقائق قليلة، وهو اللي كان العمر أضيق من أحلامه، وكل المنابر مهما عليت براجع ما ساعد القوف المعلقة بآخر الباب. ب14 أيار سنة 1939 كان بيت عباس طنوس حرب، مليان ناس بنضيع مراحل الحج المدهولية الضيعة بينها الضياع ليهنوا بابنه الثالث وبسلامة مرته سعاد، ومبروك الصبي والاسم ادوار. وهي بلش ادوار مشوار العمر بعائلة فيها خمس اخوة: ادمون، بطرس، ادوار، كمال وعادل. بعائلة رغيفة مغمس بالكرامة وعلى الشبين، والمدرسة داير ما يفوق اقرب مدرسة على مراحل الحج. مشي من ما يفوق الشباب لهون، كان المرحوم الوالد والكل موجودين، انا عايزكم شوي، جمعنا كلنا سوا حول الطاوله، وواقف ادوار مثل السبع، قال له يا بي انا نجحت السيرتيفيكات، وقال له المرحوم بي انا عم يفوق ماني راجع. سنة 1952 ولضيق الحال بهاك الايام، وقف ادوار دراسته ونزلوا على بيروت ورا الرزقه اللي صارت صعبة بهيك الضيعة بين الأحراش والعنب والزيتون. اشتغل بنجارة بس ما انطفى من الراس هالوسواس، وما عاد تتساعوا حيطان المنشرة، الفرخ كبروا جوانحه وصار بيته فضى القصيدي والمدى الأزرق. شاعر رسول الجرح من عالم غريب، وعرفت لما وصلت الدعوة إلي المنبر طريق الجرجري، انزلني صليب وعد المنبر شعر مجبور الرسول يحمل صليب ويطلع أنا شاهد على أول بيت شعر نطق فيه إدوار حرب. ويكرج العمر وتبرم المواسم برمتها، وإدوار عم ينسج عبايات الكلمات على وسع أحلامه، وكان أول دف على منبر سنة 64 بجوقة الأرز، وهالشب هلأ صار شاعر مع الشعار، والشعر هو الكار مع حنا موسى وشحاد الفغالي وعالمجد يا إدوار. 12 كانون الثاني سنة 65 هالشاعر المليان قلب وشعر شاف وجهه عمرية حلو كتير، وقطف من شتين هالحتى النورين زهرة العمر اللي صارت رفيقة المشوار، وتزوج من ليلى مطر وصار بي لبسام ولفادي وماي، ومعقول ننساها قصيدة ماي. يا ملي صار عمر ما مجهور، يا بريد مشوع العمر كله. بسنة 67 انتقل هو وطليح حمدان من جوقة بنت العزال لجوقة زغلول الدمور اللي كانت تضم الشاعرين جوزيف الهاشم وزين شعيب. هالنغمة شكلت الانطلاقة الأكبر لأدوار، وقصيدته وسعوا جوانحها، ومين ما بيذكر قصيدة الصورة يوم نسي إدوار نهار السفر صورة شريكة العمر ببيته بلبنان، ولما انعصف الحنين وما لقى الصورة كانت هاك القصيدة اللي بتهز شجر البال: تركتك تركت محبتي وفليت. فغمضت راسي وشبعت تنهيد وسألت نفسي ابنك مأهورة كيفك يا روحي يا برامج جديد، وسمعت كلمة عال
مشرورة مدري فضع صوتك وصل لبعيد مدري عيدي حكي كل حياة. وبعدنا نعشق قصيدة إدوار حرب المنمقة، لأنه لما صرت أكتب أنا شعري صرت أعرف قيمة كان يقولوا إدوار حرب. مع جودة الزغلول ومن مجد لمجد كرت مسبحة المباريات، المشرف، قلعة بيت ملي، المدينة الكشفية، المدينة الرياضية، وعطول كان إدوار الرقم الصعب، الموضوع بيته وهو رب البيت، وبيته أصل مشروع ببيته بيت. إدوار أجمل ما مراحل معرفتي فيه بمباراة المدينة الرياضية أجمل من مباراة عنا بين وبين إدوار بين الفرق. بلادي بلادي منها بيفضل بلاد وحمد واللي جاب دينه بلادي من فرق عن موت أسألوا حكمهم في عيون الراضي. افترق إدوار عن جودة الزغلول، وجه دعوة للشاعر موسى غيب على أستراليا وبرفقته جيريس البستاني وبطرس دين، وكانت أول حفلة لإدوار مع هالثلاثة بسيدني وغني يا زجل لبنان. إدوار حرب تميز بثلاث ميزات مهمة. أول ميزة هي ميزة الحضور، ثاني ميزة هي ميزة الموهبة. كان ابن الموهبة الحقيقي، يعني غني خزان عم يدفق ما له حدود. الميزه الثالثه كان ابن المعرفه. بعد عودته من استراليا انتقل هو والشاعر اسعد سعيد لجوله القلعه مع الشاعرين موسى صغيب وبطرس دين. فات ادوار بلعبه الشعر على مستويين، لان اللي لحقوه فيه المستوى الاول هو القدره على المساجري، والمستوى الثاني هو الصوره الجديده. وروح يا إدوار غني الزجل اللبناني وخلي الدف يرقص رقص طول العرس بأربع جهات الأرض. الجميل بالمباراة اللي بتحضرها وأنت بالغربة بتشوف بلبيت الشعر بالصور الشعرية كأنك أنت بلبنان، بتشوف الضيعة، بتشوف بيروت، بتشوف تاريخ لبنان. إدوار الشاعر نقل الزجل لمرحلة نبل ورقي لم يكن للزجل هذه الصفات قبله. 19 آذار 1984 موعد حزين كتير للشعر ولإدوار، وفاة الشاعر بطرس دين، خسارة القلعة اللي ما بتتعوض، وخسارة إدوار بصديق كبير. وكمل إدوار من دون بطرس دين، وصارت القلعة تغني أحياناً بعواميدها الخمسة: موسى، أنيس، أسعد، إدوار ورفيق بولس. إدوار حرب عاش بسرعة النور، بشبه بجبران بخليل ركوز، اختصر الأدب والمسافة باللي كتبوا واللي إجوا من بعدهم ما قدروا لا يكملوا ولا يعطوا نفس العطاء ويكون عندهم ذات القدرة. أنا إدوار فخر الدين عن جرأة بالنبع سلمني الولاد. أستراليا كان اللقاء المنتظر بين موسى صغيب وإدوار ضد زغلول الدمور وزين شعيب. بيقرني في حضان بيض أحمر أعتق من عمر أول حكاية.
2020 جدد موسى وادوار رفاء القلعه وضموا للجوقة الشاعرين انطوان سعادي والياس خليل. ترك في نفسي اثر كثير طيب، اولا الاحترام لموهبته الذي الله اعطاه ومثقته في نفسه علينا، وثانيا طبعا اكد تعلقي فيه لانه مثلته للصديق الوفي والاخ العزيز والانسان اللي اذا حطيته بيد حدا الحقيقه بخافص عليه. سنه 1989 غط الغراب على سطح بيت الشاعر ادوار وعرجت اصابيع المرض على حيطان جسمه، وب 26 تشرين الاول سنه 1989 سكت بلبل الاصيله ووقعت من حنجرته غنان الزجل والكيف، وجرس القلب دق اخر دقاته، ومن بعدها كمل جرس الحزن مشوار الدمع. غاب ادوار وغابت القوف بس ما غابت الكلمه. الكفر والارض ضاعت الحقيقه وشو اطلعتها ربك وعالي تخسر رب الجناح الطريقه تخسر لحم مع الفوز والي قوه المكانه العهد حقيقه بعد ما يطير جنحي وطيب عنها قصص مهجور وبتصفي بلاي. هالشاعر السطر بعمره حكاياته مثل كأن حكاياته بتقول يا إنسان كتار بهالدني الزمان بيمشي عليهم وقلال هني اللي بيمشوا عالزمان.